هكذا بدأ أهالي مخيم بلطة في مدينة نابلس صباحهم، وعلى هذا استفاقوا، مشهد اعتادوه حتى بات نمط حياة يومي. حصار أحكمته قوات إسرائيلية معززة على المخيم كان يمكن أن يمر كما المعتاد لولا ما ترافق من أخبار متضاربة حول اختطاف جنود ضلوا طريقهم داخل المخيم. صار حوالي من الساعة 2 بعد الظهر هجموا علينا الجيش هجمة مش طبيعية، وادعى أنه في 2 مخطفين من المستوطنين في مدينة نابلس مخيم بلطة، وهذه تداعيات كاذبة، ما فيش منه هذا الحكي. لو في منه هذا الحكي احنا مصبرش لهسه، كان بصير اشي تاني او بنسلمهم او بصير يعني مع اشي تاني من الجناح العسكري كتاب شهادة الاقصى. لا بنتهنى على قعدة ولا بنتهنى على نومي ولا بنتهنى على شربي، اكلنا زي اكلنا بناخذ تبن من ايش؟ من الجيش الاسرائيلي. اطفالنا خوف، اولادنا صاروا واعيين من الطخ. ولأن الاحتياط بالنسبة لإسرائيل دائما واجب لا بد من تأديته، فرض منع التجول على المخيم على الرغم من نفي مؤسسة الجيش لخبر الاختطاف، فيما استمرت الأنباء في التضارب بين الأجنحة الفلسطينية العسكرية المختلفة. وأخيرا حسم الأمر. لحديث الآن فيش بلاغ عسكري في هذا الإشي، لو في بلاغ عسكري كان الكل بيعلم فيه، وإحنا ما عندناش يعني علم لسه في هذا الإشي، ولو يعني عندنا أي إشي عن هذا الموضوع كان بنعلن عنه في نفس الساعة ونفس الدقيقة. الخبر الذي تسابقت إلى نفيه الفصائل الفلسطينية أثار بلبلة لم تعرف بعد الحكمة من ورائها، لا سيما في ظل تحضيرات تحاول إسرائيل أن تظهرها جادة في مجال تنفيذها لخطة الفصل. هكذا إذن تستعد إسرائيل لتنفيذ خطة الانفصال في غزة، تحضير للانسحاب من هناك ومزيد من التصعيد في الضفة الغربية. قد يبدو مثل هذا المشهد معتادا بالنسبة لأهالي المخيم، إلا أن الخارج عن المألوف أن يمر عليه المجتمع الدولي مرور الكرام. من مداخل مخيم بلاطة في مدينة نابلس المحتلة، هدي الوهدان، العربية.